مرحبا بحضراتكم مره تانيه في البيت الكبير، فقرتنا الحواريه المميزه مع المميز طبعا كريم سعيد. هنتكلم بلغه الارقام، تصوراته وتوقعاته ان شاء الله لمنتخبنا بكره باذن الله امام كينيا، بعض الامور الفنيه كمان اللي يتميز بها فريق كينيا، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكره والتاهل من نيروبي ان شاء الله للكاميرون 2021. كريم بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بيك كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. منورنا يا كريم، وملف خاص جدا لمنتخبنا، مباراه يعني مباراه مهمه اكيد في طبعا تصدر المجموعه، وده هدف المنتخب. خلينا قبل ما نتكلم لغه الارقام وتحليلك لمنتخب كينيا وكمان توقعاتك للمنتخب، رايك ايه في القائمه؟ وده جزء، وكمان اخد رايك في موضوع ايمن اشرف، هل كان من الافضل وجود ايمن اشرف في القاهره ولا السفر لنيروبي؟ اكيد طبعا موضوع القائمه كالعاده بيبقى واخد مساحه جدل كبيره، صحيح. لان دايما قائمه المنتخب يعني بتغطي انديه كتيره ولاعبين كتير، وطبيعي الجماهير مثلا على وجه التحديد، صحيح. كل جمهور بيحب يبقى اللاعب بتاع النادي هو اللي موجود في المنتخب، وطبعا شفنا حتى يعني مؤخرا اهالي واسر اللاعبين بقوا يعني بيقولوا ارائهم الفنيه، واكيد طبعا هي دي يعني حريه شخصيه للناس كلها، وحلاوه الكوره ان من اي حق اي يعني اي شخص ان يقول وجهه نظره، طالما ان هي يعني ما بيغلطش في حد، صحيح. ويقول وجهه نظره من رايه الشخصي، وبالتالي ده متاح. ولكن اكيد يا كابتن هاني المدير الفني للمنتخب بيبقى دايما عليه ضغوط ان هو بيختار يعني عدد معين، واكيد بيبقى في كام اسم بيثيروا الجدل، زي ما حضرتك تفضلت وقلت اسم ايمن اشرف، ان اسم ايمن اشرف ما اثرش الجدل من الناحيه الفنيه، ولكنه اثار الجدل من الناحيه الطبيه. صحيح. احنا بنتكلم على لاعب يعني اكثر من طبيب اكدوا ان هو عنده مشكله ويحتاج للراحه، خصوصا حتى واحنا بنتكلم انا وحضرتك خارج الهواء نقطه اللعب على اللاعب ميرعب على ترتان، اكيد ده موضوع مش سهل، واكيد احنا متاكدين مليون في المية ان ايمن اشرف مش هيلعب بكره، صحيح. ده الاخبار كلها اللي جايه من معسكر المنتخب المصري بتؤكد بما لا يدعو الشك ان ايمن اشرف مش متواجد، يمكن هيبقى مباراة احمد ايمن منصور بالظبط كده، طبعا بيلعب سد باك وبيلعب باك شمال، لعيب بيراميدز، لعيب مميز جدا. هل الكابتن حسين بدري بيفكر ان ايمن اشرف يتم اعداده او تجهيزه لمباراه جزر القمر؟ طيب هنا هنقف عند سؤال مهم جدا. طيب افرض ان ايمن اشرف ما لعبش مباراه جزر القمر لاي سبب طبي يقوله طبيب المنتخب، فهنا اللي قال السؤال من البدايه بقى ليه تم استدعاء ايمن اشرف؟ السؤال ده علامات الاستفهام هتزيد كتير. ليه؟ لان طالما تاكدت ان اللاعب مصاب فكان يفضل انه ياخد فتره راح، لانه حتى لو ما بيشاركش، وهو اكيد ما بيشاركش في اي تقسيمات، خلاص ده اكيد، لا وكل التدريبات تاهيليه وجري خفيف احماء. فالسؤال هنا طب تم استدعائه ليه؟ فاهم قصدي كابتن؟ هي دي النقط اللي ممكن الكابتن حسين البدري يبقى مطالب بالاجابه عليها، بس مش النهارده، بعد المباراه الثانيه اللي انت خدت، انت ضميت لعيب مش هيقعد على دكه اصلا في اول مباراه، خارج القائمه تماما، هتيجي انت بتقول ممكن يبقى مبرر ان انا بعده لمباراه جزر القمر، ممكن اوكي. طيب مباراه جزر القمر ما اللعيب ما شاركش، هتبقى هنا في وجهه نظري الشخصيه ازمه طبعا، او اسئله كتيره على الجهاز الفني، ويبقى مطالب بتبريرها، لان طبعا انت اكيد جالك مع اللعيب تقرير طبي من نادي، والكلام واضح ان ايمن عنده مشكله ومحتاج ان هو يرتاح. فكنت اتمنى طبعا وجهه نظري الشخصيه المباراه والمباراتين بصراحه مش محتاجين كل الجدل، حتى احنا بعد شويه لما نقعد نتكلم على منتخب كينيا ونشوف حتى معانا فيديو ليهم من اخر مباراه وديه ليهم قدام تنزانيا، الموضوع مش مستاهل. كان معانا يمكن في الانترو احد الاعلاميين البارزين كمان في كينيا، وكنت بساله في اخر الحوار على نتيجه المباراه، فقال اه طبعا يعني هو نتيجه المباراه المتوقعه فوز منتخب مصر، يعني فالامور ما كان يعني
مش مباراة مصرية هتحدد لك. حتى لو مباراة مصرية دايما يعني سلامة اللاعبين أولا وأخيرا. وأنا تاني بأكد يعني أعتقد كابتن حسام البدري أدرى مننا كلنا بهذا الموقف، لكن هو علامة الاستفهام فعلا لو ما شاركش مباراة جزر القمر كان من الأفضل. نعم. طبعا أنا ملاحظ طبعا كل الكلام عن مباراة بكرة، لا 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 هو الأكيد مفيش ده مشكلة في مباراة بكرة، وأكيد مش هيلعب ده 100% مش هيلعب مباراة بكرة. فهي الفكرة في وجهة نظري الشخصية إن كل أي شخص وإعلامي أو حتى من الجمهور قال ليه يا كابتن حسام أنت ضميت أيمن أشرف، صوته هيزداد قوة وهيزداد حدة وهيزداد علو بعد مباراة جزر القمر لو أيمن أشرف ما دخلش في التشكيل أو حتى لو قعد على الدكة وما شاركش. الأصوات دي كلها ويبقى من حقها، أنا ما أقدرش بصراحة يعني واحد بسمع الأصوات دي أقول لهم يا جماعة ما تكونش حق تتكلموا، لا طبعا ليكوا الحق، بس في كل الأحوال نستنى ونشوف، وطبعا المنتخب معاه طبيب ونسمع رأيه ونشوف رأيه. أكيد أكيد. طيب بالنسبة للمباراة نفسها على الشكل الفني، عارفين مصر متصدرة بثمان نقاط يليها جزر القمر 8 وكينيا 3. طبعا قبل ما نخش كينيا، كينيا ليها حظوظ على مستوى التأهل يعني لسه موجود حظوظ. طبعا طبعا الفرصة الوحيدة للمنتخب الكيني ان هو يعني لا قدر الله يكسبنا بكرة، هو محتاج نقاط عشان يوصل نفسه لستة ويوقف منتخب مصر عند 8 وينتظر مباراة مصر الأخيرة أمام جزر القمر. ربما لو مصر تعادلت هو يكسب ويوصل 9 وساعتها توجو كمان خارج المنافسة بالضبط، وساعتها نخش في حزب. ولكن أنا في وجهة نظري ما فيش حتى يعني ما فيش مساحة للكلام ده. المنتخب الكيني يعني في أسوأ حالاته، ما عندوش يعني هو أولونجا بس مهاجم بتاعه اللي شفناه طبعا في نادي الدحيل وهنتكلم عليه، ده ربما يكون أبرز لاعب هنشوفه في مباراة بكرة. لكن وانياما طبعا اللاعب المخضرم بتاعهم واللي كان واحد من نجوم الماتش لو نفتكر طبعا المباراة الأولى هنا في القاهرة كانت هنا في اسكندرية برج العرب صح. لما اتعادلوا معانا 1-1 كان هو نجم الفريق والأكثر خبرة طبعا لاعب توتنهام السابق، وفي الوقت الحالي بيلعب مع أحمد حمدي في الدوري الكندي. فده الراجل ده غايب، وبالتالي الفرقة ما فيهاش خبرة كبيرة جدا في الملعب، وبالتالي الفرصة متاحة لينا كابتن مش بس احنا نكسب، لا تكسب سكور كمان طبعا نعمل سكور. ده احنا الرباعي الامامي عندنا يعني حدث ولا حرج، الاربع مراكز الاماميين وربما دول اكتر اربع مراكز تقريبا ما فيش خلاف او اي مشكلة عليهم في اختيارهم كلعيب اساسية، مفيش ازمة خالص. بنتكلم عن محمد صلاح وتريزيجيه وقفشة ومصطفى محمد رباعي بصراحة حتى بدون تعليمات فنية ينزلوا يلعبوا لوحدهم يعملوا هم عايزينه. فانا مش شايف المباراة فيها اي ازمة فنية، ومنتخب الكيني ما اعتقدش حتى يعني حتى لما هنشوف بعض اللقطات له اذا حتى فتح الجيم فدي ازمة يعني هو حتى لو مش ما ينفعش يدافع، هو محتاج يكسب، عشان يكسب محتاج يفتح فتحت الجيم بتاعك. هو المعادله صعبه بالنسبه للمنتخب الكيني طبعًا. تفتكر هنتكلم على الارقام وتحليلك للاداء الفني من خلال الارقام من خلال بعض الصور تفتكر طريقه اللعب اللي هيبدا بيها منتخب كينيا، هل هيبدا المباراه هو محتاج يفوز هل يبدا المباراه في تحفظ شويه يعتمد على اولونجو الكرات العاليه كره ثابته كره طايشه زي ما بنقول بلغه الكوره انه يقدر يخطف مصر في الجزئيه ديت، ولا يبدا يفتح الملعب ويهاجم من اول دقيقه؟ يعني هو طبعا لو بصينا على يعني البروفا الاخيره اللي عملوها قدام تنزانيا ولحد ما المدير الفني جاكوب مولي ما لعبش بلاسين كتير، ولكن يوضح لنا اسلوب اللعب الفرقه ما تقدرش على مدار 90 دقيقه ان هي تضغط من قدام، ما قدروش خالص، صعب جدا جدا الامر ده بالنسبه لهم بدنيا ما يستحملوش يفضلوا 90 دقيقه. انا اعتقد ان هم هيحاولوا يعملوا توازن واكيد اكيد هم هيبقوا شافوا اعتقد في وجهه نظري مباراه سيمبا مع النادي الاهلي، ان هم هيحاولوا يلعبوا مباراه شبيهه يحاولوا يقلدوا سيمبا طبعًا يعني طبعا عندهم طبعا اونيانجو المدافع المسيح النهارده اتكلم على محمد صلاح صريحة غريبة يعني بس هو حقه طبعا يعني هو فرصه هاتوا بقى محمد صلاح ما تجيبوش محمد صلاح احنا هو قادرين بصراحه يعني. ما قالهاش بناحيه تحدي يعني لا هو قالها بفخر كمان هو قالها برضو لا الجمله كويس قال انا عايز اقيم مستوايا انا لعبت قدام النادي الاهلي وكسبنا يعني قصده على سيمبا هو مساك في نادي سيمبا وخدت ثقه قدام النادي الاهلي طبعا في لعيبه كتيره من المنتخب المصري بعيدا طبعا عن بقيه الانديه والمحترفين وبالتالي انا حابب اشوف اقيم مستوايا قدام محمد صلاح فطبعا دي حاجه بالنسبه له حاجه كويسه وبالتالي في وجهه نظري جاكوب مولي المدير الفني ربما يعني ياخد كده مباراه سيمبا والاهلي كوبي وبيست ويحاول ان هو ينفذها
قدام منتخب مصر، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت منتخب البكيني طبعا اكيد بيعتمد على الكرات العرضيه، خصوصا في وجود مهاجم صريح زي اولونجا، شفناه مع نادي الدحيل قوي جدا بدنيا وبيقدر محطه لعب كويسه، لكن اكيد خطورته داخل منطقه ال 18 ومعظم اهداف المنتخب الكيني بتيجي من كرات عرضيه ولعب دايما من على الاطراف، مفيش اختراق من العمق، وده حتى اللي احنا هنشوفه في ملخص مباراه تنزانيا اللي احنا قلنا اخر بروفا وديه لعبوها. شفت ايه بقى في مباراه تنزانيا؟ يعني طلعت بالنقاط الفنيه وبعض النقاط اللي تشرح بيها كيفيه كينيا بكره ممكن تبدا ازاي امام مصر. هو طبعا هم كانوا محددين ان هم يلعبوا ماتشين قدام منتخب تنزانيا، لعبوا الاولى لكن الثانيه طبعا تعذر اقامتها بسبب وفاه رئيس تنزانيا وتعازينا للشعب التنزاني وكل الجاليه التنزانيه في مصر، تعازينا وفاه الرئيس عندهم من فتره، وبالتالي انا في وجهه نظري ان هم في المباراه دي شفت لعبوا بطريقه اقرب الى 4-2-3-1، معظم الهجوم من عن طريق الاجناب حتى هو المباراه معانا طبعا المنتخب الكيني هو اللي لابس احمر والمنتخب التنزاني هو اللي لابس اصفر، وبدايه المباراه طبعا هم بيحاولوا طبعا دايما بالتحضير اكيد بيحاولوا يعملوا بيلد اب بالظبط، لكن هنشوف لما بيجوا بيهاجموا على طول الضغط يا كابتن هنا اهو من نص الملعب، بيضغطش من نص ملعب المنافس ودايما بيحاول يعتمد على الهجمات المرتده. طبعا وضع في الاعتبار المنتخب برده المنتخب التنزاني منتخب متواضع جدا للغايه وسهل جدا انك تخطف منه الكوره في وسط الملعب، لكن واضح من اللقطه اللي فاتت برده كريم ان هم مستنيين يقطعوا الكوره في نص الملعب طبعا عشان يكون في سرعات، يعني شايفين في سرعات طبعا. يعني امكانيات فنيه متواضعه لفريق تنزانيا، لكن شايفين ان برده في الجزء الامامي ان لو اتقطعت الكوره في نص الملعب هتلاقي انطلاقات وهتبقى في مساحات، يعني دي بقى هجمه منظمه بيعملها المنتخب الكيني. هنشوف العقليه بتاعه الفريق في اللعبه دي يا كابتن هاني، بعيده عن الاسامي يعني بعيده، احنا بنتكلم على عقليه فريق على طول في فتح للاجناب ولعب للكرات العرضيه. طبعا الكره طبعا اللاعب استغل فيها بصراحه يعني سذاجه واضحة جدا من حارس مرمى تنزانيا وقدر ان هو يحطها له في الزاوية الضيقة، ولكن كبداية واسلوب وتفكير لعيبة دايما نظرهم رايح على الاطراف. اللقطتين اللي شفناهم دول مايلين ناحية اليمين اكتر شوية يعني بالظبط كده، وبالتالي المنتخب لازم طبعا نبقى احنا واضحين في الحتة دي ان احنا لازم نقفل الاجناب بتاعتنا. طبعا بنتكلم على منتخب هيبقى عنده تركيز على الكرات العرضيه، تاني الفرقه اللي لعبت قدام تنزانيا ما اعتقدش يعني كان معظمها من اللعيبه البدلاء، مش حتى مش اللعيبه اللي هم لعبوا قدامنا في برج العرب في الجوله الاولى، وبالتالي المنتخب الكيني في وجهه نظري هيبقى كل خطورته جايه من على الاطراف، ومهم جدا جدا الاثنين مساكين بقى، يعني احنا عندنا طبعا اكيد في كلام شويه مين الثنائيه، احمد حجازي يكون حاجز مكان، شايفين الضربات الثابته شكلهم بالزبط كمان بيعملوها كويس، يعني الاولانيه راحت في العارضه كويس ودي يمكن بدايه التسلل اعتقد، لكن راحها كويس محطوطه كويس بالظبط. هم اعتقد هم عارفين هم طبعا يا كابتن هاني الفرقه اللي ما يبقاش عندها لعيبه مهاريه كتيره في وسط الملعب ما يقدرش يلعب من عمق كتير صحيح. لكن مثلا دي واحده بقى من النقط، تعالى نتكلم عن نقاط ضعف منتخب الكيني. منتخب الكيني طبعا اونيونجو ما كانش بيلعب المباراه دي، المساك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في مباراه سيمبا، لكن نشوف هنا طبعا ده الجون اللي دخل فيهم، هم كسبوا 2-1، ده هدف المنتخب التنزاني طبعا خطا فادح وفي مساحات شاسعه ما بين خط الدفاع وخط الوسط صحيح. الكره العرضيه اتلعبت بشكل عالي، الاثنين مساكين طبعا يعني مساحه كبيره جدا جدا جدا، يعني الكره اتلعبت وحتى المدافع سايب المهاجم ياخد الريتيرن بتاع الكره عادي جدا بدون اي ضغط منه. مستوى حارس المرمى ايه يا كريم؟ لا طبعا الفرقه كلها ضعيفه يا كابتن، الفرقه بصراحه متواضعه يعني مش عايزين نتكلم على المباراه بصراحه حتى او تكون شبيهه باللي احنا بنتكلم عليه مستويات الانديه الافريقيه وهي بتلعب النادي الاهلي، لا بيبقى لحد ما في شويه منافسه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على سكواد منتخب مصر بوجود محمد صلاح بوجود مصطفى محمد بوجود تريزيجيه، احنا عندنا محترفين مديين الفرقه واحمد حجازي مديين الفرقه تقل كبير جدا بعيد طبعا اعتقد كمان والنني طبعا بعيد طبعا عن لعيبه الدوري المصري، وبالتالي ما فيش اي منافسه، عشان كده انا مش شايف في اي مساحه ان احنا نبدا نتكلم على وجود اي مشاكل في القايمه او في طريقه اللعب او في حتى اختيارات اللاعبين، دي نقطه مهمه يعني. بس الكره دي مثلا بتورينا حارس مرمى ضعيف ضعيف جدا جدا جدا، الكره سهل قوي ان هو يمسك الكره وكمان متشاطه من بعيد، فانا بصراحه مش شايف اي مساحه لان احنا طبعا اكيد بنحترم المنافسين يعني مش عايزين نفرق
ان انا اكيد طبعا اي مباراه كره قدم لازم تحترم المنافس، ولكن ما اقدرش اقنع الجمهور ان انا رايح العب مباراه يعني. لا طبعا هي مباراه على المستوى الفني مش صعبه خالص، احنا قادرين ونكسب كمان سكور، واعتقد كمان النتيجه مهمه انك تكسب سكور كتير. الكلام ده بيسمع زي ما كسبت يعني توجو على ارضها، المكسب الحلو بيسمع كويس، ودي قمه المنتخب المصري. لكن على مستوى الموتيفيشن ووجود النني وحجازي وصلاح وتريزيجيه ولاعيبه، اعتقد المنتخب الكيني كمان بيبقى عنده موتيفيشن عالي جدا لما نشوف اللعيبه دي في الملعب. الجزء ده يعني لازم برضو نخلي بالنا منه. على الناحيه الفنيه قليلين، لكن الحماسه والروح القتاليه هتكون موجوده. بص حضرتك طبعا اكيد ده نقطه مهمه جدا، اللعيبه لما بتشوفوا النجوم دي بتلعب قدامهم اكيد الجزء المعنوي عندهم والجزء النفسي بيبقى في قمته، ولكن الجزء ده اكيد بينتهي بعد اول ثلث ساعه من المباراه، خصوصا انت المفروض تفرض اسلوبك وتفرض سيطرتك. وطبعا عايزين نقول ان طبعا مباراه وجود محمد صلاح في الملعب اكيد بيخلي برضو في مساحه نشوف اسلوب الكابتن حسام بدري يبقى عامل ازاي مع ثنائيه، في وجهه نظر ثنائيه محمد صلاح ومصطفى محمد دي مهمه قوي قوي بكره، خاصه ان محمد صلاح اول مباراه تحت قياده كابتن حسام البدري، وكمان في وجود مصطفى محمد كمان، خصوصا كمان مصطفى محمد اللي يتابع اسلوب ادائه. مصطفى محمد مهاجم كلاسيكي، ومحمد صلاح كاسلوب لعب في السنوات الاخيره لاعب بيجي من على الطرف يخش العمق، فهنا انت محتاج يبقى دايما في ما يشبه التنسيق ما بين الثنائي عشان النهارده يبقى في مساحه لواحد بس، يعني بعض الاحيان ما يقفلش على صلاح يعني بلعب الكوره. يعني خلينا برضو ناخد الاكزامبل او المثال بتاع ليفربول بالظبط، فيرمينو دايما لما بيلعب في مهاجم تسعه وهو حد ما وهمي شويه، فيرمينو دايما بينزل لوسط الملعب عشان يفتح المساحات، ساديو ماني من الشمال ومحمد صلاح من يمينه. بعض الاحيان شفناها في الموسم قبل اللي فات محمد صلاح كان بيلعب تحت المهاجم، ما بيلعبش على الطرف، كان بيسيب الطرف خالص. وبالتالي وجود مصطفى محمد في قلب الملعب محتاج توظيف قوي جدا من كابتن حسام بدري. هنا بقى ده دور المدير الفني، ده اختبار كويس جدا. ليه؟ انك محتاج تفهم مصطفى محمد المناطق والمساحات اللي هيتحرك فيها. ولو نفتكر نعمل كده فلاش باك ايام هيكتور كوبر، كان في لما راح المونديال حط عمرو ورد هو اللي على الطرف، لمحمد صلاح كان عنده مشكله في موضوع الدفاع، ما كانش قادر يعمل نفس الجهد انه بيرجع يساعد مع الباك، بيرجع مع احمد فتحي الفول باك اللي وراه، وبالتالي تم استخدام عمرو ورده في المركز ده، وتم انه ساب محمد صلاح الحريه يلعب قدام. بس كان ساعتها ما كانش عندك برضو، كان عندنا ازمه في المهاجم رقم 9، وبالتالي النهارده كابتن بدري مهاجم رقم 9 عنده حلول كتيره جدا. يعني انت عندك حسام محمد، وعندك حسام حسن، محمد شريف، محمد شريف احنا اعتقد اتكلمنا، واحمد ياسر ريان كمان، واحمد ياسر طبعا، بس اقصد مثلا محمد شريف، احنا اتكلمنا محمد شريف، وحتى لما كنت ما بنخلص الفقره كان الناس تسالني على السوشيال ميديا، طب يا كريم ما محمد شريف ممكن يلعب كوينج، احنا شرحنا لا، محمد شريف قوته ولمعانه وتاثيره مع النادي الاهلي لما بيلعب في الطرف، وعنده ميزه محمد شريف. ايه الميزه اللي عنده؟ انه احسن واحد بيقدر يديك الحته بتاعه المهاجم الوهمي، انه بينزل محمد شريف خفيف وبيتحرك وبيسرق المدافعين، وبالتالي بيسيب مساحه لاجنحه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني انه يطير الناس كلها، واجايه بيخش مهاجم من وراه وبيدي مساحات كتير، محمد شريف بيعمل طب ده. طب هاخد من كلامك ده وترجمه ان في حاله عدم التنسيق الكامل او عدم يعني التفاهم ممكن يكون ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد، هل يكون البديل للخطط الافضل وجود محمد شريف كراس حربه على اساس هو اللي بيفتح مساحات لصلاح ان هو يبدا يخش كراس حربه تاني؟ بص يا كابتن هاني، انا في وجهه نظري مصطفى محمد طبعا هو حاليا في منتخب ووضعا في الاعتبار الاداء اللي مقدمه مع جالاتا سراي هو رقم واحد طبعا، كابتن حسام بدر اكيد، بس ستايل مصطفى محمد هتلاقيه مشابه لستايل حسام حسن، واحمد ياسر ريان يجي الى حد ما معاهم. ليه؟ الثلاثه تركيزهم دايما داخل البوكس دايما بيلعبوا داخل البوكس، ربما حسام حسن بينزل شويه بره، لكن حسام حسن برده مش بنفس خفه محمد شريف. صحيح، ان انت لما تيجي تختار دايما مهاجم يخرج يلعب بره منطقه الجزاء لازم يبقى حركته خفيفه، لان هنفهم برضو الناس لما طبعًا تخرج بره منطقه الجزاء عشان تدخل حد لازم تعمل ترن تاني عشان تبقى طبعا راس حربه تاني، واكيد طبعا المدافع عارف لا والمدافع اكيد عارفه فهيبدا يلف وراك، فانت عايز تعمل بيه، انت عايز تهرب بيه، تاخده شويه شمال وتاخده شويه يمين وتفضل تتعبه،
وتاخد تركيزه، فالحته دي محتاجه سهوله حركه وما ينفعش تتمشى. يعني ما ينفعش النهارده اقول لك انا معايا مان تو مان وعمال اتمشى بيه، لا لازم اجري عشان اتعبه، ولازم دايما ابقى حركتي سريعه. فبالتالي بشوف احنا ما بنقيمش، ولكن بقول ان محمد شريف ستايل هو ربما في الرباعي ده ستايله مختلف. طب الكابتن حسام البدري لما زي ما بتقول لازم يكون في تعليمات خاصه لمصطفى محمد، طبعا ايه اللي ممكن يقوله لمصطفى؟ يعمل ايه علشان اولا نستفيد بقدرات مصطفى محمد؟ اعتقد مهاجم رقم واحد في مصر دلوقتي. نعم. على مستوى طبعا. المنتخب ايه اللي ممكن يقوله كابتن حسام لمصطفى محمد عشان يسهل مهمته انه يكون في مساحات واسعه لمحمد صلاح وفي نفس الوقت يستغل امكانيات مصطفى محمد نفسه يعني؟ نعم، نفتكر يا كابتن هاني اخر فتره مصطفى محمد مع نادي الزمالك كان كل التارجت من مصطفى محمد ان هو يستنى الكرات العرضيه. صحيح، اكيد ده اخر حاجه انت ممكن تنتظرها من محمد صلاح او تريزيجيه. تريزيجيه ومحمد صلاح في الوقت الحالي كل لعبهم كوره على الارض، الاثنين اكيد ما بيلعبوش ولا في ليفربول ولا في استون فيلا على ان هم يوصلوا للمنطقه دي ويرموا الكراس للمهاجم رقم 9. فتماما انسى اسلوب اللعب ده. طب محتاجين نعمل ايه؟ احنا نلعب كرات على الارض. فبالتالي احنا شفنا مصطفى محمد بيتحرك ازاي في جلطة سراي ما بين اثنين مساكين وبين المساك والفول باك، وفي كوره في هدف جابه اكثر من رائع، كوره بينات لعبت له خدها فيرست تايم شوت في الزاويه، كان قاطع من بعيد وجري ورا وخدها بين المساك وبين الفول باك. هو ده اللعب اللي احنا عايزينه. في نفس الوقت لازم تعرف ان اكيد في بعض الاوقات هيقفلوا عليك، فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج انك تتشفت، لازم تنزل لعمق الملعب عشان تفتح المساحه لمحمد صلاح وتريزيجيه ياخدوا ثرو باس على الارض او ياخدوا الثرو لوب اللي يتعمل من وسط الملعب من الثنائيه بقى اللي احنا اكيد الثنائيه نص الملعب دي برده ستيل لسه فيها هنتكلم عليها. الحل الثاني يكون في تعليمات واضحه لمحمد هاني واحمد ايمن منصور ان في حاله ان تريزيجيه دخل، واكيد هيكون في مراقبه شديده جدا على تريزيجيه ومحمد صلاح، طب ان نستغل القصه ديت عشان كمان تستفيد من مصطفى محمد، ان يبقى اللعب ممكن جدا تريزيجيه يخش جوه صلاح يخش لجوه، فهيفضي لمحمد هاني ويفضي لاحمد ايمن منصور عشان نعمل الكروسات اللي مستنيها مصطفى. صح، بس هنا في نقطه مهمه، ان اكيد المنتخب الكيني وجاكوب مولي هيبقى قايل للهاف ديفندر بتاعه لازم في بعض الاوقات ترجع تعمل مدافع ثالث داخل منطقه الجزاء قدام السردباكين او جنب السردباكين. في سؤال مهم لازم نجاوب عليه، لو الكره الكروس اتعمل من الناحيه اليمنى اكيد محمد صلاح مش هيخش مهاجم تاني، محمد صلاح مش بيركز في الكرات العرضيه او الضربات الراسيه، هيستنى تحت شويه. تريزيجيه ولا هيخش؟ مظبوط، برده تريزيجيه مش من اللاعبين اطول محمد صلاح شويه، ولكن مش من اللاعبين بالظبط، مش هيدرز. وبالتالي ما تقدرش تعتمد انك تقول لي ايه انا هعمل في الشوط الاول 25 كروس، لا دي طريقه لا تناسب اللاعبين اللي بيلعبوا معاك. مصطفى محمد لو اتحط لوحده مع ثلاثة هتبقى نسبة حصوله على الكرة العرضية 30%، بنتكلم على واحد قصاد ثلاثة، فهيعتمد على حاجتين، ان هو يبوزيشن هيم سيلف يعني يبقى هو واقف كويس ومتمركز بشكل افضل من المدافعين، او يستنى خطا مدافع او بالظبط. بس اكيد المنتخب الكيني لا يملك مهارات، ولكن يملك انه يزود العدد عشان يزود من نسبة حصوله على الكرة العرضية. وبالتالي الرباعي الامامي ده يا كابتن هاني لو انا شفت المنتخب المصري بيعتمد على الكرات العرضية بشكل زايد عن اللزوم، هتبقى دي هنا النهاردة تاكتيك لا يناسب اللاعبين الموجودين عندك. طب هتقول لي ايه لمصطفى محمد؟ يعني كابتن حسام النهاردة قاعد مع مصطفى محمد بيقول له عشان طريقة صلاح والستايل صلاح، ايه اللي يتعمل عشان نخرج افضل امكانيات مصطفى محمد وكمان ندي حرية لمحمد صلاح ان يشتغل شغله يعني. ان على طول مساحة ركضك هتبقى من خارج منطقة الجزاء، ما يبقاش تفكيرك يعني نفتكر كده مع نادي الزمالك مع باتشيكو لما كان حتى مصطفى محمد موجود، لعيبه نادي الزمالك ومصطفى محمد على طول بيجروا ناحيه داخل منطقه الجزاء عشان مستنيين ايه؟ الكروس يتلعب. نفس الطريقه اللي كنا لسه بنتكلم عليها على المنتخب الكيني، العقليه بتاعت اللعيبه وانا بحضر على طول عينك على الطرف، ليه؟ انك هتلم الكره على الطرف، ولو سمحت يا جماعه اول ما الكره تجري على الطرف اكبر عدد يخش منطقه الجزاء عشان هنرمي كروس. الكروس لا، ده مش منتخب مصر يعني، انت محتاج يا مصطفى انك تنزل بره منطقه الجزاء كتير عشان تسيب المساحه، وقفش هيساعدك عشان تفتح المساحه لتريزيجيه ومحمد صلاح ان هم يخشوا. طيب انت شفت ان قفشه طبعا اكيد بلاي ميكر اساسي منتخب مصر، اكيد
قدر انه يهرب من رقابه مفروضه عليه في الربع الاخير من الملعب، فانت تحاول انك تجري من بره، عشان اكيد طبعا الرباعي بتاع كينيا هيقف يعمل الاستثاره قدام منطقه الجزاء، فتتلعب لك الثرو باس ما بين المساك ومن الفول باك او ما بين الاثنين مساكين، فتاخد انت مساحه الجري وانك تشوط. كل ده شغل طبعا اكيد من التدريبات والتمرينات اللي في تدريبات المنتخب، انما فكره انك تشوف الكوره راحت على الطرف وتجري على طول من غير ما تبص على منطقه الجزاء، لا دي خلاص طريقه في وجهه نظري صحيح. مش هقول عاف عليها الزمن، ولكن مش مناسبه لمنتخب مصر. كان في اوقات كتير يطلق على منتخب مصر منتخب صلاح، نعم باعتماد طبعا هو كل نجم كبير بيطلق عليه هذا الاسم، يعني أكيد. منتخب البرتغال بيقولوا منتخب رونالدو صحيح. وميسي، لكن تفتكر لان كان صلاح هو السلاح الوحيد نعم. اللي ممكن تنقل بيه الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وكمان صلاح بامكانياته وعمليه التهديف طب. الفكره دي اتغيرت، الفكره عن ان دلوقتي عندنا منتخب، لا هو منتخب اكيد محمد صلاح عنصر مهم جدا، لكن لا يعتمد بشكل كامل على امكانيات محمد صلاح. طبعا يعني المنتخب اكيد اللي احنا بنتكلم، المقوله دي اتقالت على المنتخب وهو بيتبني في وجهه نظر الشخصيه، بيتبني مع هكتور كوبر صحيح. انا ما زلت بدين على مستوى الشخصي بالفضل لهكتور كوبر انه رجع منتخب مصر اسمه في افريقيا، ورجعنا المونديال بعد غياب 30 سنة من جيل حضرتك بطريقته كانت حلوة كانت وحشة لناس كتيرة، النتيجة نجاح. هو عمل شكل صحيح. في شكل قدامنا، وكمان الجيل ده ما كانش عنده نفس الخبطة دلوقتي، يعني الجيل ده قبل المونديال، عشان كده بسألك السؤال ده. نعم الجيل ده كان ساعتها قبل المونديال ما عندوش نفس الخبرة، وبالتالي ساعتها كان في مساحة ان احنا نطلق عليه اسم منتخب محمد صلاح، ان هو كان الوحيد اللي عنده الشجاعة وعنده الخبرة وعنده القدرة انه يحسم مواقف كتيرة في الفترة دي صحيح. لكن بعد المونديال وبعد ما اللعيبة خدت خبرات، وبعد ما اللعيبة في لعيبة كتيرة احترفت، ولعيبة بقى يعني تريزيجيه اكيد دلوقتي زاد طبعا غير في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها، محمد النني نفسه صحيح. دلوقتي غير قبل كده، حتى برضو احمد حسن كوكا برضو في الوقت الحالي رغم انه مش موجود، لكن غير قبل كده لعيب نادي الاهلي ابن الزمالك كلهم خدوا خبرات زياده على مستوى الدولي. احنا برضو كابتن هاني بنتكلم المنافسه على مستوى الدولي في بعض، اكيد مش منتخب كينيا مش بتكلمش خالص على انا عارف وحاسس بيك مع كامل احترام يعني حد يقول اصل هم تعادلوا معانا في برج العرب، لا ده كان مشكله من عندنا مش اجاده منهم بالزبط. حتى جزر القمر لما رحت لعبنا وتعادلنا هناك معاهم دي مشكله من عندنا احنا صحيح. مش اجاده منهم، وبالتالي بشوف لا في الوقت الحالي ما نقدرش نقول هو منتخب محمد صلاح، الفريق عنده نجوم كتير في كل المراكز وعنده مساحه ان اي مدير فني يبدع، واختلاف طريقه اللعب يعني طبعا. طريقه لعب بتاعت كوبر كلنا فاكرينها نجح معاها طبعا. مع المنتخب نجاح باهر طبعا. لكن بتعتمد على الكتله الدفاعيه والاعتماد على الكاونتر اتاك وسرعات صلاح في المساحات، وبالتالي حتى طريقه اللعب واداء اللعيبه اللي جوه الملعب نعم اختلفت بالظبط. وكمان يا كابتن هاني ان مباراه كينيا في وجهه نظر مباراه رسميه، والمباراه اللي بعديها لجزر القمر اللي هتعدينا معاهم هناك في ارضهم، دول في وجهه نظري تجارب لينا قبل المعمعه الكبيره في تصفيات المونديال. تصفيات المونديال العالم. تصفيات المونديال دي هي فعلا اللي هنبدا نشوف فيها مستويات يعني مختلفه، جابون بقى مستويات افضل، فنبدا نشوف فعلا نقيم نفسنا فيها بشكل افضل كمان قبل المرحله النهائيه اللي اكيد هتبقى رخمه، ان احنا ما بنحبش نوع التصفيات ده. ايوه للاسف نعم. طيب نيجي للتشكيله نعم. المتوقعه، نتكلم على كينيا الاول ولا تشكيله المتوقعه؟ نتكلم عن تشكيله منتخب مصر، اعتقد الى حد يعني ما هيبقى فيها طيب. بعض النقاش بعض توقعاتك. انا وجهه نظري طبعا حراسه المرمى لحد ما الامر محسوم لمحمد الشناوي، وبالتالي مفيش مشكله فيه. خط الدفاع طبعا احنا عندنا احمد فتوح تم استبعاده من المنتخب بسبب ارتفاع درجه الحراره، ربنا يشفيه ان شاء الله، وتم استدعاء عبد الله جمعه في وجود احمد ايمن منصور اللي اوريدي بيلعب في المركز الباك الشمال مع نادي بيراميدز، وفي وجهه نظري هيبقى احمد ايمن منصور هو الاقرب للبدء في المركز ده، خصوصا ان هو اقوى دفاعيا من عبد الله جمعه. عبد الله جمعه ميزته ان هو في الشق الهجومي، ان اصلا عبد الله جمعه كان وينج اصلا في نادي انبي، وتم توظيفه في نادي الزمالك كباك شمال، ولكن دوره الدفاعي مش بنفس القوه بتاع دوره الهجومي، بتلاقي عقليته اللي عارف طبعا كابتن حسام بدر عقليته في المركز ده لازم تديني في الدفاع افضل من صحيح. الهجوم.
عن الناحيه اليمنى اكيد طبعا مفيش برضو منافسه بالنسبه لمحمد هاني. محمد هاني هو الباك اليمين اساسا. نيجي بقى للاثنين المساكين، في وجهه نظري ربما يكون احمد حجازي والوينش هما الاقرب لعقليه الكابتن حسام البدري، واحمد حجازي طبعا متالق مع نادي اتحاد جده، واكيد محمود الوينش برضو رغم يعني بعض الاداء السلبي نادي الزمالك في الفتره الاخيره خصوصا على مستوى افريقيا، ولكن محمود الوينش على المستوى الشخصي في من ساعه نهايه دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت كان في افضل مستويات له، وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري هيروح له كثنائيه مع احمد حجازي. نيجي لخط الوسط، انا في وجهه نظري بقى هنا الكابتن حسام بدري كعادته بيحب ال 4 2 3 1 وبيحب الهاف ديفندر ومعاه رقم 8 بالطريقه الكلاسيكيه. 6 و8 كلاسيك. انا في وجهه نظري ماتش بكره مش محتاج ده. انت محتاج انك في وجهه نظري انك تخليها 4 1 4 1. 4 1 1 4 1. يعني في وجهه نظري وهتقول لي مين افضل اثنين يلعبوا بكره؟ هقول لك عمرو السوليه والنني. ده وجهه نظري. مش طارق حامد. لا مش طارق، انا مش لا. وجهه نظري شخصيه. طارق حامد المدافع رقم 6 الكلاسيكي القوي بدنيا، وطبعا طارق حامد واحد من نجوم الكره المصريه في المركز ده. صحيح. بس انا اشوف مباراه بكره مش مستاهله. انت محتاج محمد النني في الفتره الاخيره وشفناه في ماتش اولمبياكوس والهدف الرائع اللي جابه، وكمان مع ارتيتا قدر ان هو يكمل شويه منطقه الجزاء المنافسين. يعني بتشوف عشان كده بقول لك دلوقتي النني بقى كمان تيبيكال 8 تيبيكال 8 بيعملها مظبوط. وفكر كابتن حسام ان نني بامكانياته اعتقد لازم يبدا يعني تطور بصراحه محمد نني بشكل كبير جدا. ونبقى صراحه مع بعض احنا صحيح. في 2019 في كاس الامم انا على مستوى شخصي تقطت محمد نني بشكل فظيع جدا جدا فتره اجاري، وكان الاداء بصراحه مش المامول. صحيح. بعديها محمد نني فعلا في وجهه نظري من اللعيبه برضو اللي تقبلوا النقد وسكتوا ما ردوش وما دخلوش في جدال سواء مع المحللين او سواء مع الجماهير رغم الانتقادات اللي كانت قاسيه جدا جدا جدا، وبالتالي طور من مستواه. صحيح. انا اشوف ماتش بكره وماتش جزر القمر محتاج ان كابتن حسام بدري يدي للامام، يعني العب بالنني وعمرو السوليه. عمرو السوليه طبعا عمرو السوليه يقدر يكمل مع جنب مجدي قفشه والاثنين يبقوا بلاي ميكرز، وتحط طبعا اكيد في الرباعي الامامي زي ما قلت قفشه محمد صلاح على اليمين تريزيجيه على الشمال ومصطفى محمد مهاجم صريح، ده امر مفروغ منه. بس انت لو بتقول 4 1 4 1 يبقى هتثبت مين؟ هتثبت عمرو السوليه؟ لا هثبت نني. النني هو اللي هو اللي راجع شويه. عمرو السوليه يبقى الرابع بتاع الثلاثه اللي تحت مصطفى محمد. بالظبط يتقدم جنب قفشه، فانت هنا بتدي مساحه هجوميه قويه جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. لخط هجومك، وبتقول للمنتخب الكيني انا مش بس نازل اكسب، لا نازل اعمل سكور. ودي نقطه كمان، وكمان نقطه بقى نفسيه للعيبه، ان احنا اصلا منتخب النهارده قوامه قوي جدا من الناحيه الهجوميه، فلازم تنزل تخوف اي منافس بيلعب قدامك، وما تلعبش بشكل حذر. مش محتاج انك تلعب المباراه، يعني مثلا هو احنا مثلا بنحلل المباراه دي يا كابتن هاني، انا اوكي طبعا هندي المنتخب الكيني حقه في بعض الحاجات، لكن مش هتكلم عليك ان هقول للناس ان احنا بكره نازلين نلعب نيجيريا او غانا. ده كلام مش صحيح، ان كمان صحيح. ساعات ده الكلام ده او الاسلوب ده بيجي نتيجه عكسيه، انت الحذر الشديد او الزياده على اللزوم بالزبط. يجي عليك انت مش ده تفيده. فاهم قصدي؟ فبالتالي انا اشوف لا خط الوسط بكره مش محتاج انك تلعب بالشكل الكلاسيكي ل 4 2 3 1 طارق حامد وعمرو السوليه او طارق حامد والنني، لا انا في وجهه نظري لا العب بالنني وعمرو السوليه وهاجم ودايما اضغط من نص ملعب المنافس. حتى مباراه برضو احنا كنا بنتكلم عن النادي الاهلي، ميزه انك تروح ماتش الاواي وتهاجم، وشفنا ده في ماتش فيتا كلوب ازاي لما رحنا من بدايه المباراه احنا اول ربع ساعه الاهلي وفيتا كلوب بخلاف ان في هدفين تم احرازهم، كم هائل ثلاث فرص كم هائل من الفرص ضاعت ليه؟ انت نزلت من بدايه المباراه ضغطت من قدام واديت المنافس شخصيتك واسلوبك، وده مهم جدا. يعني انا احب الاسلوب ده بقى يا كابتن هاني، دايما ادي نحترم وكل شيء، ولكن الاحترام له حد. صحيح. ما يبقاش النهارده بتكلم على على فيتا كلوب كاني مثلا بتكلم على الترجي او بتكلم على الوداد، لا دي فرقه ثانيه. دي بقى اسلوب اللعب معاها مختلف. كينيا وجزر القمر طبعا عيننا وعرسنا مفيش قد مشكله خالص، ولكن فارق كبير. مش الجزائر، مش نيجيريا، مش غانا، مش الكاميرون، مش تونس. صحيح. وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري محتاج ان هو يعمل الحته دي، هتفيده اكيد في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب السؤال، هل تعتقد الكابتن حسام واخد المباراتين دول وعارف اوريدي التشكيل اذا كنا هنلعب امام كينيا او جزر رابطهم ببعض، وهل دور المحترفين
هيقتصر بس على مباراة كينيا، يعني احنا عارفين ان حجازي كده كده هيلعب مباراة وهيغادر على السعودية، لكن هل لو كسبنا بكرة هل هيكون كمان في دور للمحترفين في مباراة جزر القمر، ولا تبقى فرصة ان احنا ندي بقى الناس فرصة اللي بتوع الدوري؟ لا ممكن انا اتفهم حضرتك في الحته، بس نكسب بكره ان شاء الله. يعني هو محتاج يعني نتيجه المكسب بكره خلاص بتحسم موضوع التاهل بشكل نهائي وخلاص انتهى الموضوع، وبالتالي مباراه جزر القمر بتبقى تحصيل حاصل، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت بقى تجربه. ولكن في برضه نقطه مهمه جدا، واعتقد هو تاسك على الكابتن حسين بدري ومهمه عليه، ان هو النهارده القائمه كابتن هاني مختلفه تماما عن القائمه كانت قبل كده. النهارده القائمه كلها نجوم، فانت محتاج برضو تبقى يعني فارض سيطرتك وفارض اسلوبك وفارض، عشان كده بكلمك هيدي مهم جدا كمان، واخد رايك في ديت لو ممكن كابتن حسام يقول احنا عايزين من اول مباراه على الاقل نحسم المباراه في الشوط الاولاني، عشان كمان ادي فرصه زي ما بتقول كل المنتخب نجوم ونجوم في انديتهم ان يدي فرصه مثلا يريح صلاح وينزل مثلا شريف، او ينزل وجه جديد مثلا زي احمد ياسر ريان، زي مثلا محمد فاروق مثلا، او يجرب طريقه مختلفه. طب فده وارد ان كمان ان كابتن حسام عامل البلان بي دوت في من خلال تحضيره للمباراه. نعم، في مباراه ثانيه، مباراه ثانيه جزر القمر. لان هو طالما ما حسمش التاهل فهو طبيعي كمدير فني لازم يبقى بيتعامل مع الموضوع بشكل يعني قوي جدا للاخر، يعني ما اقدرش يبقى في اي تصرف انا بعمله الناس تقوله ان هو مخاطره او ان انا بجرب، ما ينفعش. ليه؟ احنا اوريدي ملسوعين في اول جولتين، اتعادلت مع كينيا، لو كنت كسبت كينيا هنا كنت خلاص الموضوع كان اتحسم. فبالتالي وطبعا اكيد احنا انقذنا نفسنا بالفوزين اللي عملناهم على توجو، هما دول اللي خلونا نصحح اوضاعنا. وبالتالي كابتن حسام بدري اكيد مش عايز ان هو يجرب او يخاطر الريسك شويه في اي حاجه، ان هو يخليه يشوف نفس النتيجه السلبيه اللي واجهها في الجوله الاولى او الجوله الثانيه، وبالتالي هياخد الموضوع باهتمام شديد. والتاني برضه كابتن هاني في نقطه مهمه، مجموعه اللعيبه اللي معاه هو كابتن حسام بدري في الثلاث تجارب اللي شفناه له مع النادي الاهلي وحتى مع المريخ السوداني وحتى في تجربه ليبيا، كابتن حسام بدري بيلعب تقريبا ب 4-3-1 او في بعض الاحيان بيهاجم وبيخاطر ب 4-3-3 ويطير الناس كلها. لكن نادرا ما شفنا كابتن حسام بدري بيلعب ب 4-4-2، ما بيغيرش طريقه اللعب. وبالتالي هو محتاج ان المجموعه اللي معاه دي تتعود على طريقته، ان هو دي اللي هيطبقها. فبالتالي هو عنده شغل ان ماتش بكره يخلي النجوم دي كلها يقدر يطلع منها 11 لاعب اساسي يلعبوا، ما يبقاش في مشكله خالص في الملعب او على دكه البدلاء وتبقى النفسيات كلها تمام، وفي نفس الوقت يدوله الناتج اللي يخلي المشاهد ويخلي الاعلام المصري مطمئن ان الفريق ده بعد كده هيروح الكاميرون ينافس. ولما يلعب نظام تصفيات المونديال بالاسلوب السيء اللي احنا يعني نجحنا فيه مره واحده بس في جيل حضرتك، في جيل سنه 89 لما تغلبنا على الجزائر، لكن بعد كده لما الامر تكرر معانا طبعا ما كانش النتائج ايجابيه. فبالتالي لازم من النهارده تبقى انت بتلعب المباريات دي وفي ذهنك الاهداف طويله الامد او الاجل اللي هتجيلك بعد كده. انتصار على كينيا وانتصار على جزر القمر مش ده اللي هيفرحنا، صحيح ده طبيعي يعني، ده العادي، لازم نكسب الناس دي، صحيح. لكن التجربه او التاسك اللي عليك انك ازاي تقول ان انا بالقوام ده قادر اسيطر على هذا الكم من النجوم وقادر اطوعهم لخطه اللعب المناسبه من وجهه نظري. طب بعيد عن الفنيات، تفتكر مين كابتن المنتخب بكره؟ انا على المستوى الشخصي دايما بحب ان قائد الفريق يعني بنفس طريقه يورجن كلوب، اوضه اللبس هي اللي بتختار، والمدير الفني بيدي صوت زياده. يعني مثلا لو بنجمع اصوات اللاعب، كل لاعب له صوت، المدير الفني بعد ما يجمع له صوتين ونتفق، ما فيش مشكله، انا بحب الاسلوب ده. لكن في الوضع الحالي بتاعنا يجب، في الوضع الحالي بتاعنا ده وهذا الكم من الاخبار وكمان اللي حصل في المعسكرات اللي فاتت، اعتقد يجب ان احنا نمشي بالاقدميه. وبالتالي لازم نمشي عمرو السوليه، عمرو السوليه اذا بدا واذا لم يتواجد، اصل انت لو عمرو السوليه مش موجود، عمرو بالاقدميه هو كابتن المنتخب. طب لو بدا مثلا بالنني وطارق حامد هيبقى عندك اثنين، عندك حجازي. نعم، انا بتكلم على اللي تحت محمد صلاح، لان دايما الشاره مرتبطه، وموضوع الشاره ده من فترات طويله طرح ان اللي بعد عندنا عمرو السوليه، عندك احمد حجازي وعندك النني، وياتي بعديهم طارق حامد. طارق حامد، نعم.
وبعض الناس بتقول وارد انه الكابتن حسام يدي الاشاره لمحمد صلاح بكره، وناس كتير مقتنعه ان ده الصح. يعني انت وجهه نظرك؟ انا في وجهه نظري بلا ادم نمشي بنفس الظروف بتاعتنا ووضعا في الاعتبار ان في موقف حصل مع احمد صحيح. فتحي في معسكر فات ما مش تقدر تفوته لان حصل ضمن نفس اللعيبه، فمش هينفع تغير. فانت لو عايز تغير لازم على الاقل تاخد راي الاقدميه الاول، بس ما عندناش وقت للجدل ده بالظبط يعني حاليا. الامور مش مستاهله. لو هسالك بقى كرايي انا الشخصي، انا احب ان اوضه اللبس تجتمع مع بعض صحيح. ويختاروا اللعيبه معنا مع بعض. يا جماعه احنا فعلا شايفين ان فلان هو اللي هنعملها بشكل تصويت زي مثلا بيحصل في بعض الانديه الاوروبيه، كل لاعب يدي صوت والمدير الفني يدي، يبقى صوته بصوتين صحيح، وتختار في الاخر وتبقى دي يعني شكل ديمقراطي جميل جدا جدا جدا. لكن انا في وجهه نظري الاسلوب ده بعد الاخبار اللي طلعت وتاكدت انها كانت اخبار صحيحه ومن المعسكرات اللي فاتت، لا مش هينفع تعمل النظام ده، لازم وجوبا عليك تمشي بالادميه بلا ادميه، ومفيش داعي اصلا للجدل او دخول في منطقه في الوقت الحالي في الوقت دوت. نعم. مش مستفيدين منها بالظبط. طيب على نتكلم على كمان اكيد الشناوي هيقوم بدور كبير جدا بكره، بنتكلم على العلاقه ما بين التنسيق ما بين الاداره الفنيه والاداره الفنيه، ده شايفه بيتم ولا عليه علامه استفهام؟ بمعنى ان كابتن حسام البدري عنده تقريبا الهيكل الاساسي لمنتخب مصر خارج المحترفين، تتكلم اهلي زمالك بيراميدز. نعم مظبوط طبيعي. اهلي وزمالك بيراميدز كان عندهم مشوار افريقي طويل جدا طبيعي، وهيرجعوا على مشوار افريقي صحيح. خلال ايام صحيح. هل التنسيق ما بين الاداره الفنيه على مستوى كمان اللعب؟ نعم. وخلينا نتكلم بكل امانه، ممكن يكون ده حاصل ولا خلاص انتوا جيتوا والموضوع بقى في ايدينا فما فيش تنسيق فني؟ عمرو السوليه يلعب مجهد، لا طب ممكن اللعبه نص ساعه، ده بيحصل بره على فكره. يعني هو الحاجه الوحيده اللي احنا شفناها كابتن هاني الفتره الاخيره ان الجهاز الفني قسم نفسه على المباريات، بيروح يتفرج يقعد في الاستاد يشوف، لكن ما سمعناش في اي تنسيق مع الاجهزه الفنيه، خصوصا كمان بصراحه ما كانش في وقت. يعني خلينا برضه كان بصراحه الوقت كان مضغوط جدا وكان صعب جدا جدا اصل بيحصل يعني لو حصل مش عيب ان الكابتن مثلا حسام البدري يروح مثلا لموسيماني او يروح ل باتشيكو في وقته او كارتيرون دلوقتي ويبدا يتناقش معاهم انا عايز كده ولا ده صعب في مصر؟ لا هو الحقيقه هي الدوله الوحيده اللي عملت الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كانت اسبانيا لما جوارديولا دخل التيكي تاكا في برشلونه، عشان ساعتها اعتقد كان المدير الفني لاسبانيا كان ديلبوسكي. وديلبوسكي طبعا الخطه مبنيه على ميسي فولس ناين، وحتى كان موجود ايتو ما تماشاش مع الخطه مشي. براموفيتش نفسه والناس تقرا تصريحاته وحتى قالها في البيوجرافي بتاعه، قال لك لو انت رحت برشلونه اللعب هناك مبني على ميسي. ميسي لما كان بيلعب رايت وينج بيلعب وينج يمين، وبراموفيتش اول ما جه برشلونه كان مش ممكن كل ماتش جون وجونين وهاتريك، كان مبهدل الدنيا. ميسي غار قال له لا انت هتقعد مرميني على الطرف وهو عمال يجيب الاجوان، انا اسف انا عايز العب في العمق، فدخله تحتيه وبعده عن اليمين ماتش بماتش. براموفيتش بقى بره اتركن، وبعد كده في نهايه الموسم بعد الموسمين مشي. فبالتالي نقطه مهمه جدا، فانت اسلوب اللعب ده ساعتها ديلبوسكي عمل ايه بقى في منتخب اسبانيا؟ كان مين عنده؟ فابريجاس راح واخده قال له بص يا عم شفت ميسي بيعمل مع برشلونه، انت هتعمل معايا كده في المنتخب، وخد طريق برشلونه ولعب بيها في منتخب اسبانيا، وفابريجاس هو اللي عمل الدور بتاع ميسي. فبالتالي بشوف عند في الوقت الحالي لا صعب كابتن حسام بدري مش هيقدر يعمل كده. ايوه بقى انت بتتكلم على المستوى الخططي، انا بتكلم على المستوى البدني، ان في مثلا لعيبه الاهلي والزمالك بيراميدز ضغوط مباريات كتيره جدا، فممكن عمليه وخاصه عندك ماتشين سهلين عمليه التوازن على المستوى البدني، عايز لاعب لعيبه نادي الاهلي والزمالك ياخدوا جزء، يعني تقسيمه الماتشين مش هيقدر يا كابتن هاني، مش هيقدر صعب. طبعا هيبص لمصلحته، مش هيقدر ان هو اي ده مش هيدور بمصلحته. انا لا مش قصدي، يعني هو الفكره هيحسبها ازاي؟ مثلا محمد الشناوي حارس مصر الاول، الموضوع منتهي باعتراف الجميع ما فيهاش اي مشكله، فما اقدرش اقول لك محمد الشناوي مثلا بقول الحارس ما بيجهدش، بس ما اقدرش اقول ايه انا في الماتش ده عشان الشناوي لعب مباريات كتير فمش هلاعبه اساسي قدام كينيا او لا صعب، هو مش هيقدر يخاطر. نفس الامر بالنسبه محمد هاني، محمد هاني فعلا هو ما عندوش لو في اتفاق ان ممكن محمد هاني يلعب مباراه كينيا لو كسبنا، لا نعم. ممكن عمر جابر دي حاجه ثانيه بقى. ما انا بتكلم على التقسيمه نفسها في حاله لو هو اتاهل بالظبط وضمن التاهل وانتهى الموضوع، هنا ممكن بقى يحصل لحضرتك يعني التنسيق. ولكن
بالنسبه لايمن اشرف حتى المباراه رسميه مباراه احنا بنتكلم على لاعب مصاب صحيح ما ينفعش تخطر بيه اصلا ما ينفعش فيها اي مخاطره انك لو خطرت بيه انت ممكن لا قدر الله تعمل له مشاكل من نوعيه اخرى فبالتالي لا ده ما اعتقدش وما بصراحه ما اشوفش ان الكابتن حسام بدري يقدر يعملها لا ما يقدرش انت عارف ان ايمن اشرف مصاب وحتى لو انت انا شايف مبرر واحد بس ان انا بجهزه لماتش جزر القمر بس لو الجهاز الطبي للمنتخب قال ما يلعبش خلاص اكيد مش هيلعب لازم ما يلعبش وانتهى الموضوع لكن بقيه المراكز لا حتى ايفن لو اللعيبه مجهده مثلا عمرو السولي انا حتى في التشكيله حطيته عمرو السولي من اللعيبه اللي اجهدت تماما صحيح. مع النادي الاهلي عشان كده بقول لك مركزه متعب بالظبط فانا كمان بقول ده علشان لما وخلي بالك مش اهلي بس اهلي وزمالك بيراميدز لما بيلعبوا افريقيا بس تضيف ان النادي الاهلي لعبته اكتر اجهاد عشان الفتره بتاعت المونديال ما هو برده هم لعبوا 3 ماتش صحيح في عدد قليل وماتشات خارج مصر فيها سفر وكده فبرضه هم عندهم اجهاد اكتر من الزمالك واكتر وبرضه الزمالك اكتر من بيراميدز بصراحه بيراميدز ما عندوش اي منافسه في الكونفدراليه الموضوع بالزبط. موضوع بالزبط. لطيف يعني بالظبط بالظبط طيب توقعك النتيجه انت طبعا ان شاء الله باذن الله الفوز مضمون طبعا فوق ان شاء الله يعني اكيد الظروف تمشي لو الظروف ماشيه عاديه لو الامور العاديه الامور ماشيه عاديه خالص وكينيا يعني بيلعبوا العادي وحتى ايف لو بنكرر ماتش سيمبا والنادي الاهلي ان ماتش سيمبا والنادي الاهلي لو اتكرر كتير مش هيخلص بنفس النتيجه وده نفس الكلام حتى يعني ربما تكون الظروف ما سمحتش ان احنا نحلل ماتش فيتا كلوب في القناه هنا ولكن احنا قلنا ان الشكل اللي انتوا شفتوه في ماتش سيمبا ده كان استثنائي ما كانش العادي العادي اللي انت شفته فيتا كلوب فبالتالي اذا قلنا ان شاء الله باذن الله ماتش الاهلي وفيتا كلوب يتكرر بكره كشكل او كاسلوب ما بين كينيا ومصر باذن الله منتخب مصر بكره يكسب 3-0 وهو مرتاح جدا طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله المنتخب يكسب ويبقى صعد رسميا لكاميرون 21 باذن الله كريم بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا شكرا لك شكرا جزيلا دي كانت نهايه فقرتنا مع المتالق كريم سعيد بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن الكبير عادل عبد الرحمن